بسم الله نبدأ. وأود بداية أن أقدم شكر خاص لثلاث أشخاص عزيزين جداً على قلبي، خلوني اليوم أنا في هذه الدائرة أمامكم. أولاً لروح والدي اللي بقدر أحكي له هلأ أنك تمكنت يا بابا يا أحمد عبد السميع أنك تبني موارد بشرية لخدمة الإنسانية من خلال ما توصلت لي. اثنين، للمهندس الراحل نادر الخليلي واختراعه لهذه البيوت، وأخبره أني حنمضي على طريقه كلنا مع بعض. والشخص الثالث العزيز على قلبي والموجود أمام الحضور، والدتي. الشاعرة شهيرة الشريف، لما هبت رياح عاتية على روحي كانت هي الشخص الوحيد اللي مسك بإيدي ووصلني لشط الأمان. ومن هون بنبدأ مشوارنا بعون الله. حبوا أن يقدموني في صور معذرة. نحن اليوم حنحكي، ومش حطيل الحكي عن الدائرة لأنه الدكتور منور قدم كل اللي لازم ينحكى عن الدائرة، ولكن أنا كأخصائية بصريات وعندي باشن وعندي رسالة في هذه الحياة زي أي واحد موجود في هاي الصالة. بدأت أبحث عن ذاتي من خلال بيوت البيئية أو البناء الإنساني. نحن نحكي عن علم اسمه علم البيو ميميكري، بيو الحياة، ميميكري نستنبط الأفكار من الطبيعة. عندما التقى علماء الأحياء مع المهندسين المعماريين، تم سؤالهم كيف كل مخلوق على هذه البسيطة يستطيع أن يبني بيته بنفسه، والإنسان ما عاد يستطيع أنه يبني هذا البيت، رغم أنه لحد 200 سنة لهلأ كان يقدر يبني بيته بإيده، رغم أنه المسكن هو أهم أساسيات الحياة. فهون دخلنا في هذا العلم اللي هو علم البيوميميكري، وأخذنا الأفكار من زي ما أنتم شايفين قدامكم العنكبوت، وفكرة البارب واير هاي من العنكبوت. الفكرة الثانية للبيت اللي على شكل قبة يأتي من فكرة البيضة compression، هي أرق قش، يعني أرق بيت، ولكن بنفس الوقت لو ضغطناه في المنطقة العلوية صعب جدا أو تقريبا مستحيل إنه ينكسر، طبعا إذا كان مسلوق بديروا بالكم. الفكرة زي ما أنتم شايفين اختراع جديد، بارب واير اللي هو السلك الشائك اللي بيستخدموه بالحرب عشان يقطعوا المسافات على الناس. نحن ممكن نقصصه ونبني فيه البيوت، وخصوصا زي ما صار بغزة. أكياس من النايلون الممتدة بتاعت السكر بناخدها بشكل دائري عشان أقدر أحصل على شكل الدائرة اللي أنا واقفة عليها، ومدقة صغيرة مندق فيها هذا البناء اللي إحنا عملناه، واللي هو أصله أريد مساعدة، اللي هو أصله من التراب. كنا حنعمل رحلة مع بعض وإن شاء الله أنا نوفق بإني أفرجيكم كيف بدأت. على كل حال إذا بيقدروا يساعدونا بليز
وإذا لا أنا هكمل الحوار. طبعاً عم نحكي نحن عن القباب، وهي الحل الوحيد اللي استخدمه الإنسان على مدى العمر، سواء ابتداء من العصر الحجري إلى اليوم. فنحن لو شفنا الشكل الدائري حنشوفه بالبيوت اللي انبنت في العصر الحجري الموجودة برأس العين كما أشار الجميع، وحنشوفه كمان في الإيجلو مبني في الأسكيمو ولكن من ما يسمى بالبلوكس أوف آيس، وحنشوفه بنفس الوقت بكينيا باستخدامهم للمواد الطبيعية الموجودة هناك المعمولة من القش. نحن وحنشوفه بالطبيعة ببيوت العصافير المبيونة مبنية من الطين، وحنشوفه بالطبيعة بالورد. كل الكلام بتوقع أنه الدكتور منور أسهب في الشرح عنه وعن شكل الدائرة. أنا بالنهاية مش مهندسة ولا علامة، ولكن كلمة بيوميمكري ساعدتني كتير فيني أستنبط هاي الأفكار من الطبيعة. فقلت إذا الكرة الأرضية كروية فشو المشكلة إني أنا أعمل البيت دائري أو كروي؟ زي ما أنتم ملاحظين الأمثال بالطبيعة متواجدة بشكل كتير كبير، هون بالتحديد البابلز حتى اللي إحنا ممكن نعملها فقاعات، وهذا كتير صورة كتير قريبة لتركيبة البيوت مع بعضها، الجزيئات كما تم ذكرهم. طبعاً إحنا عملنا البرزنتيشن منفصلين، ولكن العلوم كلها تؤدي إلى بعضها. شكراً جزيلاً. فهون الفكرة زي ما قلت لكم إنه رب العالمين عمل الكون، هي تعريف للدائرة واحد من التعريفات إن هي أوسع مساحة في أصغر بقعة. طبعاً هدول بيوت الإيجلو هتشوفوا فيها تشابه كتير كبير للبيوت اللي تم عملها. طبعاً الفكرة هون زي ما قلت لكم علماء الأحياء لما التقوا مع المهندسين وقالوا لهم how come ممكن يصير the hardest habitat بهذا الشكل ويكون الانفايرمنت بتاعه مي، فقالوا لهم it's very simple اللي هي self crystallization، بيسويها العنكبوت وبيسويها هذا البيت. فهون اجت الفكرة، وهذا الشكل هو هذا الكيس. طبعاً ليوناردو دافنشي والكل بيعلم عن قصة الجسد الكامل والبروبورشنز اللي كنا نحكي فيها والتناغم اللي بوصلنا للجولدن ريشيو. هذه صورة المهندس الراحل نادر الخليلي، توفي في 2008، حائز على جائزة الآغا خان في بناء الفن المعماري، زائد هذا العلم اللي قدمه اتخذته ناسا وكالة الفضاء حتى يكون هذه البيوت المستقبلية في القمر والمريخ. وهو جاب هالفكرة اللي جداً رائعة اللي هي زي ما أنتم شايفين الرمل هذا صار هيك. طبعاً تعلمت بأمريكا زي ما قدمت لكم بالقصيدة الصغيرة اللي كتبتها، وهذا الكوم الرمل بهدول الثلاثة ورمل، وخلقنا الإنسان من صلصال كالفخار فهو امتداد لجسدنا صار هيك. هذا بيتي، حبيت أفرجيكم صورة البيت حتى تشوفوا شو ممكن إحنا نعمل بالرمل اللي تحت إجرينا. بيبدأ العمل بهذا الشكل، حفرجيكم كل خطوات العمل. وهذه البيوت للمعلومة هي ضد الزلازل 6.5 مقياس ريختر، ضد الأعاصير، ضد الفيضانات وضد الحريق، تبنى بدون أساسات فقط بالشكل الدائري وكأنه بيت شجرة. طبعاً هذا علم جديد بجمع بين الحاضر والماضي، ففرجيكم إنه في عنا كهرباء وفي عنا ديمرز، في عنا كمبيوتر، في عنا إنترنت، في عنا تمديدات مي، في عنا مغسلة. وأنتوا أول مشاهدين اللي حيشوفوا الحديقة الملكية النباتية اللي حيتم افتتاحها في تل الرمان بال 2013 تابعة لسمو الأميرة بسمة. قدرنا إنه نشكل بين هذه البيوت، عملنا ما يسمى بالبي جاردن، حديقة النحل. ومن ثم رسمنا هذا المخطط، طلبت ستي بسمة إنه نعمل جلوبال كونتكست، حيكون إن شاء الله مفتوح للجميع يقدر يحضره. هذه الصور وهذه عملية البناء اللي تم إنهائها قبل رمضان والآن جاهز. طبعاً هذا البيت زي ما أنتم شايفين له أنف وبتنفس، مشان هيك بسموه breathing creature. طبعاً هذا عملناه مدرج يتسع إلى 70 شخص
تخطر دائرة 7 متر ومداخل ومخارج، ووصلنا للجولدن ريشيو بالشكل زي ما أنتوا شايفينه الحلزوني حتى يحرك الضوء. هلا أنا بقدر أقول شيء، إنه ما الفائدة إذا تعلم الإنسان وما قدر يطبق اللي تعلمه، فلا فائدة من العلم اللي تعلمه. كل علم يفضي إلى علم، في ناس بتعاملوا بالذهب، في ناس بالألماس، في ناس كله من الطبيعة جاي. أنا هون لما كان والدي يحلم عن المدينة الفاضلة وكنت أشوفه عم بيقرأ الكتاب وبيبكي ما كنت أفهم، ولكن اليوم بقدر أحكي لكم إنه مدينة عمان 2.0 إن شاء الله أنها حتصير بأيدينا بإذن رب العالمين. فأنا لما كنت أسافر أو كنت أشوف، عندما بسميه البيت الكوني، لأنه لا يتبع لأي حضارة كان، وإنما يتبع للبشرية، لأنه هذا بناء بالفطرة أنتوا كلكم تعرفوا بس نسونا إياه. وحالة العمارة الحالية الموجودة، كوني أنا أوبتيشن وعندي حساسية شوي عالية بالجمال، عملت عندي، إذا بقدر أستخدم عنوان كتاب الكاتبة أحلام مستغانمي، فوضى حواس، فأزعجتني. فهي اللي دفعتني إني أنا أعمل هاي القرية السياحية اللي بحلم فيها، اللي اسمها أجرو إيكو أجرو سبيريتشوال توريستيك فيليج. منقدمها كنت بعمان، وإن شاء الله إنها في حتكون، لأني أنا أصلاً شايفتها وعايشة جواتها رغم إنها بعدها مش موجودة. الحق اللي بحلم صعب إنك تكبحه، صعب إنك توقفه. فأنا عم بفكر كتير بالصغار، أنا عم فكر كتير بصغار بعمان دائماً بشوفها، في هناك مساحات كتير كبيرة متروكة ما عم تستخدمها، والأطفال ما عم بيقرأوا، وحتى أولادي ما عم بيقرأوا، هذا الشيء بيزعجني كتير. بدي أوجد هناك مساحات دائرية، لأنه بمنتصف الدائرة زي ما بتوقفوا المدرج الروماني بيعمل إيكو سيستم بدون ميكروفون. فقديش هذا الطفل حيكون سعيد إذا بنعمل له بس سنترز أوف ستوري تيلينج. طبعاً بعد ما هبت الرياح وكانت الفكرة إيكو أجرو سبريتشوال توريستيك فيليج اللي مش ممكن أتنازل عنها، ولكن كمان زي ما قال كتاب أراك على القمة لزيج زيجلر، لما طلعت على تلة جبل ووصلتها لقيت إنه لسه في تلال كتير قدامي. وبلحظة وبسبب الظروف اللي صارت معي صرت أتخيل وأشوف إني راكبة طيارة من شمال لجنوب الأردن. هاي الطيارة بقدر أشوف فيها هدول البيوت الدائرية اللي بتقول لك هناك في ست عندها أولاد ولازم تروح تشتري من عندها وتساعدها. لأنه يمكن مش كلهم عندهم الشاعرة شهيرة. أنا بقول لو حطينا إيدنا بإيد بعض نقدر نغير مش بس عمان، نقدر نغير الكون. هذا سلايد بيقول يصبح التراب ذهبا في يد الحكيم جلال الدين رومي عام 1200، وأنا بقدر أقول لكم إني بقدر أحول كل تراب الأرض لذهب. هاي عملية البناء اللي راح من عنا الفيديو ونحن عم نشتغل، تشتغل على التنشن، بارب واير، بلاستيك باجز. هذا أول يوم عمل نحن بنشتغل فيه. أنا صراحة ما بعمل ولا إشي، أنا بعمل كومبوست، بعمل دائرة، والدائرة لأنها سحرية بالفعل بتشتغل لحالها. هاي غرفة نوم، هذا ملقف للهواء، الهواء البارد بيجي بالأسفل والهواء السخن بيطلع بالأعلى، يسمى براجيل باللغة العربية، ملقف للهواء أو ويند سكوب. هاي عملية الدك، هذا أول يوم عمل بظروف قاهرة برمضان شوب وأكثر من هيك. كنا نشتغل من بعد الإفطار بعد السحور للساعة 1. راح أفرجيكم كيف عملية تعبئة الأكياس. مساحة القطر الدائرة 5.3 وكل غرفة 3 متر ملتصقة مع الدوم الأم. هاي تعبئة الأكياس،
هاي هي التكنولوجيا الجديدة، بدل ما نعمل بلوكس خارجية وننشفها ونرجع اللي هي الطوبة، احنا بنحطهم داخل أكياس على طول on the spot بنفس المكان. طبعا رمل، نسبة قليلة من الجير، شوية ماء زي المفتول، سهلة، ومنطبهم. بعدين نبلش نعزل حسب نسبة المياه بالمنطقة. احنا ما عندناش كتير مية فمنعزلوش كله، منعزل فقط المنطقة السفلية للقوارض. منركب فورمات الخشب اللي شفتوها تكون محضرة، ومنبلش نعمل الدائرة بهذا الشكل، أقواس مبنية دائما على الأقواس وعلى الدوائر. ونبلش بنفس الوقت نقصر حتى الأكياس ما تتلف من الشمس. هذا داخل المبنى. حصلنا على 75 متر مربع ب 24 يوم عمل فقط. نوقف. شكراً، شكراً كتير، وأخذ دور حتى اللي بعدي. شكراً.